الرئيس التركي قال إن اليونان تتعامل كطفل مدلل. وزير الخارجية بالأمس مولود شاوش أغلو قال أنها تقوم بأفعال وألعاب صبيانية يعني، وأيضا تتوقع أن يتم مساندتها من الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا حدثت المواجهة لن يقف معها أحد. كيف تعلقين على ذلك؟ وكيف ترين المشهد من الزاوية الأوروبية؟ نعم، من الزاوية الأوروبية الاتحاد الأوروبي طبعا يدعم اليونان، يدعم أيضا المبادرة أو ما بات يعرف الآن بالرباعية التي جمعت أو تجمع فرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا في شرق المتوسط. فاعتقادي هذه فقط يعني أقوال، يعني طريقة للاستفزاز ولربح الوقت، وكل جهة تريد أن يعني تظهر لمواطنيها أنها الأقوى أنها الأحق. لكن لو تنظر عن قرب عن ما يحصل حاليا من إشكال بين اليونان خاصة وتركيا وهذا التوتر القائم منذ شهور، يعني نجد أن الاتحاد الأوروبي في كواليسه بشكل يعني رسمي وغير رسمي يرى ويعتقد أن طال الزمن أم قصر تركيا ستنضم للاتحاد الأوروبي. وأذكر أنا شخصياً ب 2008 أعتقد كان حينها الرئيس الفرنسي هو ساركوزي، وكانت فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وإثر قمة أوروبية هنا في بروكسل دخلنا مؤتمر صحفي مع سيد ساركوزي وطرحت عليه السؤال التالي وقلت له سيد الرئيس هل ومتى ستنضم تركيا يوما ما بالاتحاد الأوروبي، ورد علي بالإجابة قال لي نعم لكن ليس قبل 20 عاما من الآن، كنا بال 2008. فاعتقادي كل ما يحصل حاليا يجب أن يحصل لكي يعني كل الجهات تفتح قنوات للحوار، وآخر من يعني تفضل بهذا المقترح هو السيد الرئيس التركي نفسه، وقال أنه يعني منفتح ويريد يعني حوار مع اليونان مع الاتحاد الأوروبي بدون شروط. لا يجب أيضا أن ننسى أن تركيا عضو كامل العضوية بالنيتو، تركيا أيضا تم قبول يعني البدء في المحادثات من أجل ضمها أو انضمامها للاتحاد الأوروبي. تركيا كدولة متوسطية محورية استراتيجية مهمة جدا للاتحاد الأوروبي، لديها ليس فقط اتفاق شراكة مثل ما هو موجود مع دول المغرب الأمازيغية الكبيرة، الجزائر تونس والمغرب وحتى ليبيا ولبنان وسوريا وفلسطين، لكن تركيا يجب أن نعلم أن لديها مكانة هامة جدا، لديها يعني اتحاد جمركي أو أحاول أن أجد المصطلح باللغة العربية، يعني هنالك اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا مثلها مثل إسرائيل، هي تقريبا داخل الاتحاد الأوروبي. يعني دعني أوصل الفكرة المهمة جدا للمتلقي المحترم لقناتكم الموقرة، تركيا لا تزال وتبقى دائما مهمة جدا للاتحاد الأوروبي وحتى لليونان بالرغم من ما جميعنا يعلم من خلفيات تاريخية وهكذا. ما أريد أن أقوله أنه يعني تركيا سوف تجد اتفاق
ربما في لا أقول في الأسابيع أو في الشهور القليلة القادمة مع دول الاتحاد الأوروبي. اليوم هذا الصباح بدأ اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين في برلين، وأحد الملفات التي تمت المحادثات حوله هو طبعا الملف التركي. نعم. إذن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه الرغبة في إيجاد يعني حلول لهذا الإشكال مع اليونان وتركيا.